رجعنا لكم في برنامجنا فوري فام باش نعرفوا مع بعضنا موضة لي شوميز اوتون ايفير 2022 توت سويت في تندونس بلوس تندونس بلوس En fait, chemise, article essentiel في الغاردروب نتاعنا. اليوم باش نعرفوا مع بعضنا شنو ما لي شوميز الموضة نتاع السنة. السنة تندونس لي شوميز امبريمي، كو سو سوا امبريمي انيمال، امبريمي يبدا بدي موتيف جيومتريك، اغيور زادا سونتري تندونس السنة. نلقاو زادا السنة معنا لي شوميز ان سوا. لي شوميز اوفر سايز ان موتيف والا اوني والا اغيور زادا تندونس معنا السنة. شوميز بلانش تقعد ديما حاجة انديسبونسابل موجودة في الغاردروب نتاعنا. نلقاو سنة زيد لي شوميز اون بوبلين توندونس، كو سو سوا اون بوبلين يبداو كولوري بالكولور روز موف مارون فير غازون والا امبريمي اغيور والا امبريمي انيمال. دونك السورية ارتيكل انديسبونسابل، سبور شيك، حاجة سبور شيك حلوة برشا ولازم تكون ديما في لي غاردروب نتاعنا. وهذه كانت توندونس بلوس لليوم. استوس مات كما قلنا قبيلة، شوميز حاجة اسانسيال ولازم ديما تبدا عنا في لي غاردروب نتاعنا، فيو كو نجمو نلبسوها في لي زوكازيون الكل، كو سو سوا في خدمة، خرجة، اونتروتيان، في أي بلاصة وفي أي وقت. دونك مع شنوا وكيفاش نلبسو شوميز بلانش باش تبدا اللوك نتاعنا استيلي وشيك هكايا. أول حاجة نجمو نلبسوها مع بنطلون جين، باسكيت كونفيرس، وإلا ساك نوار، هكا يبدا اللوك نتاعنا سامبل وكونفورتابل. وتوا في الشتاء نجمو نلبسو شوميز فوق بول، نحاولو نظهرو هكايا لي مانش نتاعنا والكل. نجمو نلبسو زادا شوميز مع بنطلون بيج، هاكا يبدا التوني نتاعنا إليغانت. نجمو نلبسوها زادا مع باسكيت في ساقين وإلا بوت موكاسان، يبدا التوني نتاعنا ديكونتراكتي وحلو. اللوك ثيل زادا باغ إكزومبل نجمو نلبسو شوميز أوفر سايز مع جيم بوي فراند وإلا مام، معاهم باسكيت وإلا إسكاربان، هاكا لوك سبور شيك ويبدا كونفورتابل زادا. نجمو نلبسو زادا شوميز بلانش مع جوب كورت، دونك اللوك نتاعنا يبدا فيه جوب كورت، شوميز بلانش، ساك باندوليير ومعاهم كابوت اوفر سايز من فوق، يبدا لوك مزيان سبور وشيك اون ميم طون. هذه كانت استوس مود اليوم، نخرجوا غنيه وهنا راجعين. استوس بيو اليوم في استوس بيو باش نعرفوا مع بعضنا كيفاش نحافظوا على بشره صحيه، النظاره والاشراقه زاده. دونك باش نحافظوا على الكود دي كلاود ديغاتاسيون، لازمنا اول حاجه نشربوا الكميات الكافيه من الماء بما يقارب 8 كيسان ماء يوميا. الماء باهي برشا للبشره، فيكو يساهم في ترطيب البشره، ينظف لنا بدنا من السموم، دونك تنقص لي بوتون البثور وتبدا ديما بشرتنا بيان ايدغاتي. دونك اول حاجه الماء، حاولوا ناكلوا ماكله صحيه وسورتو ركزوا على الغله والخضره، فيها برشا فيتامينات ومعادن اللي تغذي البشره نتاعنا وتساهم في تجديد الخلايا. نحاولوا زيدا نقصوا من الماكله الدهنيه، المقلي، ماكله الشعيره والسكريات زيدا. لازم نقصوا لو ماكسيموم من الحلو، فيكو زيدا كثره الدهون والسكريات في الدم تسبب في ظهور الحبوب تحت الجلد والا البشره تولي دهنيه ومزيته. دونك نحاولوا نقصوا من الماكله الدهنيه، الفاست فود قد ما نجموا باش نحافظوا على نظاره بشرتنا. حاجه اخرى باهيه برشا لصحه البشره نتاعنا هي سبور، باش ننشطوا الدورة الدموية ونزيدوا الإشراقة والنضارة ونوصلوا الأكسجين للخلايا البدن الكل. ما ننساوش زيادة تنظيف البشرة، النتواياج دو بو، كل يوم في الليل قبل ما نرقدوا نظفوا وجهنا بالباهي، وبيان سور نستعملوا برودوي يبدا ادابتي للنوع نتاع البشرة نتاعنا، كو سو سوا البو غراس والا سيج، تبدا زيادة سونسيبل والا ميكس، نختاروا جيل نتوايون ادابتي للبو نتاعنا باش نظفوا بشرتنا بالباهي، ومن بعد اي كريم ايدغاتونت ادابتي زيادة نوع البشرة نتاعنا، هاكا نحافظوا على الاشراقة والنضارة نتاع بشرتنا. دونك كيما قلنا نتبعوا نظام غذائي صحي، ما ننساوش الماء ونشربوا 2 لتر مينيموم بار جور الماء، سبور به برشا زيدا، نحافظوا على تنظيف البشره نتاعنا وهكا نكونوا حافظنا على النضاره والاشراقه. وهذه كانت استوس بيو لليوم. كونساي دكتور برشا ناس بشرتها سنسيبل للبرد ويعانيوا من برشا مشاكل في بشرتهم في الشتاء سورتو. كالعاده معنا الدكتوره هجه كشوخ، اخصائيه في الامراض الجلديه وطب التجميل. مرحبا بك دكتور. عايشك مرحبا دكتور. اليوم باش نحكيو على البرد وتاثيره على البشره نتاعنا، وبيان سور نحاولوا نعطيو نصائح للمستمعين. اول حاجه دكتور القشره، برشا ناس في الشتاء وجهها والا يديها يشيحوا ويقشروا، دونك دكتور تنجمش تحكينا علاش البروبليم هذا؟ هو البرد عنده تأثير على الجلد نتاعنا، البرد والريح عنده تأثير على الجلد نتاعنا.
لا باش نبسطوا الامور، البرد ينجم عنده تاثير تقريب على زوز حاجات. اول حاجه على ثلاثه حاجات بلوتو. الحاجه الاولى هي تاثير على الافرازات نتاع الزيت. مع البرد احنا الافرازات تاع الزيت نتاعنا تنقص، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه البرد يخلي تجدد الخلايا سريع. الحاجه الثالثه اللي تصير وبطريقه مبسطه انه البرد يخلي العروق الجويده نتاع الجلده تتقلص. من الاول اذا كان جلده تخلي، اذا كان البرد يخلي الافراز نتاع الزيت ينقص، دونك هنا مش يصير فما خلل في ما نسميه احنا الفيلم هيدروليبيديك، الفيلم اللي هو يخلي جلده فيها توازن بين الزيت والماء. اذا كان نقص الزيت دونك احنا ومع فما تجدد خلايا سريع، دونك الجلده هنا مش تولي تحسها شايحه، راهي مش جافه. الجفاف حاجه والشيح حاجه. الشيح كيفاش يتمثل؟ يتمثل تحس الجلده فيها قشره، تحس كي تعدي يدك تحسها حرشه. فما ناس تقول لك معناتها تحسها مكبوسه عليها، تحسها كاينه مش تطرشق الجلده. الشيح هذايا كي يكثر ولا يتقدم يصير معاه التهابات. الالتهاب هذاك هو اللي يعطينا الاحساس بالحريق. والا تحس لاسبي اللي معناتها عاتي بالحمورية غاز، والا ساعات يبدا زرقا من الكولون نتاع يعطيك صح، هذيك اللون الازرق على خاطر فما تقلص نتاع العروق جويده نتاع الجلده. دون الشيح راهو اي مرض في الجلده اللي هو مسبق واللي هو يكون فيه نقص في الزيت والا فما تجدد خلايا سريع، هو الباس غافي في الشتاء. كيما بعض حساسيه عند الصغار، الاكزيما اتوبي، كيما امراض الصدفيه، كيما القشره اللي في الشعر، كيما زاده فما بعض امراض اللي هي ديكلونشي بالفخوا، خاطر فما تصير خلل بيولوجي في البدن نتاعنا اللي فما بعض مناعه ذاتيه تتحير ويظهر الامراض كيما لورتيكير او فخوا، كيما لوسيد، كيما سيندروم دو رينو. دونك نجم نشوفوا حتى امراض ديكلونشي بار لو فخوا. عندك دكتور، دكتور ثم مشكله اخرى اللي هي نلقاوها اللي هي السقيع. وي المشكله هذه دارجه برشا سورتو جينيرالمون نلقاوها في اليدين والا حاجه تزريق وتحمر وترشخ معناتها برشا. اي تبدا من السقيع راهو يبدا جوست ينجم يبدا من بلايص حمر في الجلده للي تراهم كعابر في الجلده خاصه في اليدين وفي الساقين للي ترشقوا يوليو بنبابل بالماء. هي شنو هو مرض التهاب هذاك ديكلونشي باغ لو فخوا ثانوي للتقلص نتاع العروق الجويده نتاع الجلده. دونك التقلص هذاك مش يصير فما التهاب، الالتهاب هذاك يعطينا كعابر توجع والالتهاب هذاك ينجم يوصل لدرجة انها جلدة حتى تنبل وتشقق. وساعات يجيك حتى في حالة تعفن. هذا كل من التعرض المستمر للبرد. وعندها داخل مثلا واحد يغسل بماء سخون والا ماء بارد والا ليه مثلا مش حتى داخل جسمه؟ هما ديما الحديث هذا لا فارياسيون بين البرد والسخانه، هو البرد البرد المستمر الدرجه اللي هي تصير تجمد في اليدين هو اللي يوصل للحاله هذه. دونك هو المنصوح به في الحكايه السقيع انه من يدخل الشتاء ديما مثلا الصغيرات ولا الكبار يزمهم ديما يديهم دافيه، يلبسوا دي غون باش ديما تبقى يديهم دافيه باش ما توصلش انها تتجمد وتعمل لك الالتهاب. هذا ديما يحافظوا على تمبيراتور امبيونت اليد نتاعهم باش ما تبردش برشا ديكو يولي ثمك السقيع هذاك. وفما مراهم جلديه اللي تعاون بوغ اميليوري لا سيركولاسيون في الاطراف نقولوا احنا في اليدين وفي الساقين. به دكتور علاش ثم ناس تتاثر والا تقشر يديها والا يطلع لها السقيع وثم ناس لا عادي معناتها الناس تتسائل ساعات تقول لك شبيني انا معناتها عندي سقيع؟ هي فما ارضيه جينيه. الارضيه الجينيه وفما انت قداش باش تتعرض للشيح قداش باش تتعرض للبرد. للبرد مش نعطيك مثال، مثلا تلقى صغير يتربى عنده صقيع كي يكبر تحس وينقص، هو راهو مش الكاليتي تاع جلده اللي تبدلت، ما هي ظروف حياته اللي تبدلت. كان قبل يمشي للمكتب نهار كامل لبرا، من بعد شوي مثلا تعرضه للبرد اقل، مش يبدا في بيروف يبدا الدنيا دافيه. وفما ارضيات بالنسبه للشيح تقع عبد عنده هو الكونتيتي تاع الزيت نتاعو في الجلده مش كميه كبيره لدرجه اللي هو دوبا ما يدخل الشتاء الكميه اللي هي المعتاده مش تنقص، دونك علاش باش يحس بالشيح في الجلده. كيف الارضيه نتاع العروق اللي هي
بطبيعتها جينيا هي ما تتحملش البرد، دونك باش تلقاه يظهر عليه الصغير. فهمتك دكتور. باهي دكتور، شنو هو الحل وشنو هو النصائح اللي نجمو نعطيوهم للناس اللي تسمع فينا توا باش يحافظوا على بشرتهم في البرد وباش ما يصيرش هالقشره هذه، والا يحدوا حتى منها شويه، والا زاد الصغير؟ باهي، دونك احنا عندنا زوز حاجات اذا كان في الجلده. دونك اول حاجه معناتها ننصح بها انه نبداو اول حاجه بالنتواياج، الغسيل نتاع الوجه. احنا عندنا العادات اللي احنا كي ما نغسلوش مليح ونكردوش الجلد نتاعنا كنا ما نظفناش، دونك احنا في الشتاء باش نقصوا هالعادات هذوما، راهو لازم ديما نستعملوا صابون يكون معناتها رطب، يكون مش اغريسيف على الجلده. وكي نبداو نغسلوا ما نبداوش نعملوا كل لافاج فريكون وميكانيك برشا اللي هو يحاول الى غريس لابو من ناحيه. من ناحيه اخرى يلزمنا اذا كان طبيعتنا نتاع طبيعه الجلد نتاعنا تشيح في في الشتاء، يلزمنا من يبدا نعملوا لي كريم هيدراتونت نتاعنا، ودو بريفيرونس تكون ليبيديك معناتها غراس شويه باش تزيدك الجلده الشاحه. دونك ليدغاتاسيون مهمه برشا، ليدغاتاسيون مهمه ياسر 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 في الشتاء باش ما تحسش الاحساس اللي هي معناتها كانها تقول لك انها حاجه تتجبد كانها باش تتقطع. في بعض الحالات رانا نوصلوا ان من كثر الشحن وقاعد يوصل الالتهاب رانا نوصلوا حتى نعطيو دويات باش ينقصك الاحمرار والاحساس الاحساس بالحريق الموجود في الجلده نتاعنا. هذا بالنسبه للجلده. بالنسبه للصقيع، بالنسبه الخلل اللي يصير في العروق الجويده نتاع الاطراف، من المستحسن من اللي تبدا تبرد الدنيا يلزم الواحد يلبس ديغان، يلزم يدفى، يعمل دي مويان دو بروتيكسيون ضد البرد. ايوا يجي دافين، والا فما مراهم جلديه اللي تعاون على تحسين السيركولاسيون اللي هي موجوده في الجلده باش نحاولوا نقيوا باللي نقدروا لي ستاد انفلاماتوار الكبار نتاع الصقيع. ساعات ما نجموش نحيو الصقيع في حد ذاته، اما على الاقل نبعدوا على المضاعفات اللي يجيو بها في اليدين، تبدا مفرقه مشقه فيها نبابل من الماء، على الاقل اون ايفيت اك لي فورم سيفير نتاع الصقيع. فوالا باهي دكتور، دونك تنصحهم اذا لبسوا لي غون ساعه يتنحاو في اي بلاصه مثلا تكون هكا دافيه شويه وبعديك تبرد، هذيك تاثر على الصقيع والا ما نحيوهاش دو فاسون بروتال. اي فوالا، معناتها احنا لابسين البرا يلزمنا كان لابسين لي غون تاعنا ماذا بينا نقعدوا باللي غون تاعنا من نحيوهم كان كي تبدا في الدنيا في بلاصه دافيه، سينو باش تعاود تتقلص العروق وكذا ما عملنا حتى شيء. كي يغسلوا ايديهم يحاولوا يغسلوا بماء دافي، ماء دافي بالطبيعه مش سخون برشا ومش بارد. من المهم مش بارد، خاطر في البرد راهي مش تقلص العروق نتاعهم، خاطر هي ارضيتهم هكاك. دونك ديما احنا نقولوا معتدل باش ديما تبدا يديهم دافيه وبوغ ايفيتي الالتهابات اللي تنجم تصير في الاطراف. دونك دكتور كما معناتها انت قلت لنا ننصحوهم باش يحافظوا على بشرتهم بالهيدراتاسيون كريم هيدراتونت، والا ما يغسلوش برشا زاد البشره نتاعهم. مش ما يغسلوش برشا، اما ما يلزمش نستعملوا صابون اللي هو اغريسيف على الجلده نتاعنا، وفي الطريقه نتاع الغسيل نتاعنا ما نكونوش احنا اغريسيف، يلزمنا ديما نسيسوا على الجلده نتاعنا خاطر هي راهي فيها المكونات نتاعها حاجه اساسيه كالمكونات هذيك باش تخلينا الفيلم نتاعنا الفيلم هيدروليبيديك هو متوازن على الجلده نتاعنا. داكور، دونك نشكرك دكتور، عايشك. مرحبا بك في اذاعه الحياه الخير، يعطيك الصحه. هذه كانت كونساي دكتور لليوم. كونساي دكتور، كونساي دكتور.